القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يثمة سلام ربي فلاون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث بعد المئة الرابعة من دروس التفسير. وقيت درس ويس 403 للدروس من التفسير، وقيت درسين قالوا ذي صورة العنكبوت. الساقي ميرضى ربي أتفك تصور تاقي صورة العنكبوت، والدرس ويض إن شاء الله ذي الشم ذي صورة الروم. إنه ذا ربي قواليس يعني لا يهد نفس الساقي سي لا يستين لما لا يتسع وستين، يعني لما آخر آية وهي الآية 69 من سورة العنكبوت. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ذاك يا ربي سبحانه يهضر غد فيهم بغفل ذا القرآن الرزق، يعني يكي مذانا في الدونيث رفذن الهم من الرزق، هو هم كبير. تخميما مدن تحزيفان أمشار داوين الأرزاق وثيكوال ما إلا يخص سقاس ولاش الهواء تخص الشتوى ثكاو ثمورث كوني براجم الفيور يسافن يغزراون ذغاثني الشيميم بغفل ذام قران انسى غديك القوث ذغفل ذغيون مري هاجر ذغي ستثرى درسني عدان مدينة ربيا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. الهجرة الصحابة عاشن دي مكة المكرمة، بعدين تحصن هجرا يدسن النبي صلى الله عليه وسلم سي مكة المدينة هجرا بالدين، خاطر يزمري وين ما يخدم الحساب سينيان داروح يمكن ميسن مكة تجارين وذاقي في بحير دين كل شيء رزقي ساكوثان دي مكة، إما يروح المدينة أمشي راه يعيش أمشي راه يدير ذا غفل ذا قران. ولكن ربي شقع سند الرسالة يقول ميساج إن ياسن لقى ربي توسع حرزت كان الدين نون حرزت الدين نون يكون إذا تحصل لأنه قال روحنا الغرفة أمشي توصيني مولا الدريا أسنين روح الغرفة ما تروحو حذر دينك خاطر ما إلا تروح ذا الغربة تبيض ذا ذريم تبيض الأرزاق، ولكن دينك يروحك وحوا جارة حكان ذا فيه ون حكا سيد نسى على كل حال ثورة يموت أما نسى ماذا باباس إنا كيمي يصوضي غا الفافور الوقت اللي بعد الاستقلال باش مثورة لانت لي زافيون يروح يعني اللي انت راه مثورة سلك ترى مثورة يروح ذي الفافور إنا كي وصي ينايد وصية عزيزة غالية ينايد أمين كينيس سحفظ غاك القرآن دي ثمان مرث ألمي تحفظ ثورة داين أقلق من اللوز ونزميرا نخدم تروح ذا الغربة حذرك يروح القرآن إنا يسمي روحك القرآن شد سوغالارا تحوج غالا
كيتش شو تسوغل انا إنك واقي طفغ الوصية من بابا مي روح غاد تسوغل مكثير باللي إلا قد حفظ القرآن ني أتحفظه يحفظي إلا قد يحذر إلا قد يشرر باش يسيت روحارا أكيثي وصابا فاس إن يشور تسو غارة مرغ في الغارة وغال غدر غرث مورث الزاير أوري يروح القرآن أوري يروح الدينيو بغدين يكتبن الأرزاق. هذه وصية عزيزة غالية بعد الاستقلال في واحد من الصالحين في هذه المنطقة وصل وليده باش يركب البابور باش يسافر يروح للغربة يغترب من أجل الرزق وصاه قال له يا وليدي أنا علمتك حفظتك القرآن الكريم في زاوية في ثم عمر ذاكي ثمورة القبائل إن ياس حاذر القرآن ما يروحك إذا كان راح لك هذا القرآن أنت ما توليش تروح من أجل الرزق نعم عادي ولكن باش تفرط في القرآن اللي حفظتك في زاوية في الزاوية ما توليش أنت ما توليش أصلا حافظ على وصية أبيه على وصية أبيه إلى أن رجع إلى أرض الوطن حافظ على قرآنه وعلى دينه. إذن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة الكرام من مكة إلى المدينة كانت هجرة بالدين أما الرزق فلا خوف فالله هو الرزاق. ذين من لا يجي ربي سبحانه المدينة وكأين الكفجي كاف كأين دخلت على أين وذاكي مدشم الكفجي للتشبيه الكاف كاف تشبيه كا كاف تشبيه ولكن اسم دشم أف أين ثغل المعنى كم كم وذاكي وهذا والتقدير عند علماء اللغة منهم سيبويه وهو من كبار العلماء مرجع من مراجع اللغة وخليل والمراد خليل هنا في معرض الحديث عن اللغة ليس صاحب المختصر الفقهي الشيخ خليل لا خليل معناه الخليل بن أحمد الفراهيدي إنك التقدير كالعدد هنا المقصود به كم ماشي معنى أطاس كم من خلق من خلق الله التي تعلمون والتي لا تعلمون ربي سبحانه يرزقهم وهم ليسوا قادرين على حمل أرزاقهم ولا ادخار أرزاقهم لا يستطيعون لا يقدرون لا على الحمل ولا على الادخار أشحال ذي خلقيث إقلان ذي الدونيث ورزمير نارا أذرف ذل أرزاق نسن ثو الطوف اسمها ترفاذ ورث زميرة حرز يعني ولكن سبحان الله إفكيس ربي رزقيس أمث والطوف ثميزم الأسد كالنملة والنملة كالأسد في أمر الرزق أما ذيزم أما ثو الطوف كيف كيف تشاناك وعاشناك وكل واحد أعطى له ربي فرص الحياة أذشم ثورة كان أم بعدين مشان بنادم بنادم يتحزيف مليح إلى قد يفر إلى قد يحرز إني غادي نديرو الواس ولا بنادم تافونا سمات الشم تاف حيرة الجار أتشمي ثروة دفا أكان ماشي هكا إي بنادم ما يخر أذيش وذياوي ذيك شرا شكار أكان ماشي هكا سبحان الله أزقر يتشيروا يفق يعني لا يدخر ما يسرقش الثور ولا البقرة ما تسرقش تأكل تشبع خلاص ولكن ما ترفدش الشكارة فيها النعمة وفيها أرزاق الناس ولكن الإنسان للأسف المكرم الذي سخر له كل شيء ولكن مع ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله بلا تعليق سون كومونتير ربي باش ينبهنا بالارزاق عند ربي ربي كثر رزقا الرزاق
ربي سبحانه قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهنا ربي قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ربي غيترزقني غيترزقنا كل الكائنات وهو السميع العليم. سميع يزرى كلش يسلى كلش، عليم يحصى كلش ولا شي يفرن في الناس. ولئن سألتهم ربي يهضرك النبي عليه الصلاة والسلام سيقار المشركين وكل الكفار لو كانت تستقصيهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض أنوي دي خلقني جنوان وكذا القاعة ولا شو الذي ولدينا نخلق غدا ولا فرعون. فرعون سيقان كي ربي نونا أم قرآن أنا ربكم الأعلى، ولكن فرعون لم يدعي يوما أنه خلق السماوات والأرض على وجه الإطلاق، لأن هذا كذب لا يصدق. ولكن ربي سبحانه هذا السؤال السؤال كي باش أمذان ذي خمم وذي حزب وذي استخدم اللغيس وسخر الشمس والقمر ودي سخرني طيج ينقي الشرق ذي الوقت يغرب ذي الوقت يتسكد ثفاث يتسكد الحمان يستمغيد النعماء إلى آخره أكذ وقول كذا ذي شدينين لا يقولن الله ورزميرنا لذن كران نسقر ربي إيون الخالق الكرياتور إلا إيون. فأنا يوفكون يعني يا ربي سبحانه سيقار لماذا يكفرون لماذا يجحدون لماذا يعرضون لماذا يتناقضون. يعني مش سيقيو ثنتام أسقان ربي إلا سيدي خلقا سيثمان يظن هو اتخذوا له شركاء خدمنا شي شريكا كل يوم نقابذ ولم ثم شهود معناتها تناقض صارخ. فأنا يوفكون يغلد ربي غير موضوع الرزق إنه الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. مسألة الرزق إفكاس ربي وكيف خلقيته إذ ما تفضيون دا كفري وإفكاس ربي الأرزاق عادي خطر في كل باو شغل فغار العقل أسلامك الفلاني ذا كافري نغل الفلاني وريد زلا وريد صوزوم وريد عشير ربي في كيس كلش في كيس تزمرت في كيس الدريا في كيس الأرزاق في كاميونا في تركتورا في حونا إنكيني ولو حذاري الشيطان يشمد سياقي زرد كاو ضرب القاضية عادي نسمسات من الرزق في كاسك يا ربي يا خما كنت زرام لوكسيجين في كثر ربي أوين يضعنا وين يعصانا وين يمنا وين يكفرنا دي جون السينار مين بالقيماس لو كان ماشي الكورونا وانت السينار القيمة الأكسجين ودقر غير في كورونا إن شاء الله ترفض ربي مي سبحان الله مقومات الحياة وانت السينار القيمة المفروح أنا نامن الماء الماء عنصر أساس في الحياة أمان المكوني سفني براجن وكذا ربني ولاش ذينا يرنا وقال يتخميما الدراسات الاستراتيجية الاستشرافية المستقبلية يقولون بالإجماع تقريبا باللي الماء قد يكون عامل أمن وسلام وقد يكون سبب حرب وفتنة ودمار رزداف أمان إما ذيل السبة تلويث نغز السبة القرة مونديالة أو ماشي في البترول البترول فانا استفراف مي أمان أمان وسعادة استفراف أزمة ذيل السبة القرة رزداف إيه صافي أمان إيه إيه غدينا ربي صورة الأنبياء الآية رقم 30 وجعلنا من الماء كل شيء حي أمان كل شيء ليس حياة الناس حياة الكائنات حياة كل شيء. لذلك الهواء الأكسجين المي أنا نهلك كل يوم ذي ننظر شو يسوى ولكن إلا قاني السين معليش إن شاء الله ذي رحمة ربو قذي موثن ذي شفوه مضان وذي في كربي ثزمر ثزمور إيوقد إتسعان الله يبسط الرزق لمن يشاء لمن يشاء ذي الفغيس هذه رزق هذه في كل رزق بقضاء وقدر لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. أيضا مرة أخرى ربي لا تخفى عليه خافية
يزرع كل شيء، يحصى كل شيء، أما ذين كفرن أما ذين إظهرن. ولئن سألتهم مرة أخرى ما سقصد المشركين، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، أنوي دي سرحني ومان سجين وان يبيد الغيم الله يبارك سجنا المي سرح دي ومان الخير أربح مستنقي سرح دي ومان الخير أربح فأحيا به الأرض من بعد موتها ثموث القاعد كاو ذاين، ولكن أكن دغلين ومان الخير أربح تحيي الأرض الميتة وتحيي كذلك النفوس قلوب النبات خير الله يبارك. لا يقولون الله أسين دغض ربي ورن كرنارا، قل الحمد لله، الحمد لله مستعرفهم، الحمد لله مستعرفهم باللي لا ربي، ولكن من بعد بل أكثرهم لا يعقلون، لا يعقلون ما انتهى أسخدمنا اللغن السن، لو كان سخدمنا اللغن السن أكني وثا أذا وظن غرثي ذت، لو استخدموا عقولهم لأثمرت هذه العقول معرفة الحق جل جلاله. بعد ربي واش قال، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، إلا لهو ولعب دوني ثقيل ربي قر ذي اللعب، أما راش مصطح ما لعبنا كنا لعبنا لعبنا المعيان أدن جماعة سخن هي عيانة كشمد سخن صافي ياك الدوني ثقيل ياك سلو زينتي سل خير سل رزاقي سل كلش كل شذي فوق ربي ندوى لله ميراث السماوات والأرض سورة الحديد الآية السابعة الآية العاشرة ولله ميراث السماوات والأرض الشين ربي ذي وغالي ربي وما هذه الحياة فقيت تعيشي ما كيت سيدي رم وما هذه الحياة الدنيا يرنيس الوصف يسين الدنيا وسالقي موسى يزال إلا لهو ولعب إيه ولكن وين خسان الإيمان يسعن النية يأكل عثافي ستغلث سبحان الله الإنسان يبني المصانع ويدير فلاحة وتجارة وأسفار وتعب كل ذلك مأجور عليه أجره محفوظ عند الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولكن غير المؤمنين يحص لا ثبت كان أم بعد أدجن لوزينة أدجن خامن أدجن الباطن مثل بعد لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الآخر ذنسثي الحياة الحياة الحيوان دين الحيوان المقصود الحياة التي تمتاز بالكمال والخلود خطر الدنيا تقول إن كمال لها أولا ذوينا أمر كانت يام القرآن يتسوفري ولا دينو يتسوفري لا أديني ذي المحنة ياك حسبتنا يعني خصا إلى قضية الصيص لي كاشي الساعة 75 كاميون كشمد كان 74 إيه من بعد يوز 75 هذا غول يقيموا بان يكسخنا كسيدان غاشو إما خمان بروجي 100 مليار نتسايف غادي يربح 200 مليار مالوروزمون يربح كان 20 مليار تواغيث أي تسوفري يخدم لي كالكول لي زيتود إلا كي لقى يربح 200 مليار مي مالوروزمون يروح زيرو قيمة كان 20 مليار هذا غفل صافي ذي غفلان صافي في النهاية ذي غفلان أكو في كولا ما ساعد بينا كي لسان فاغاطي ساعة في خسيقي ما كان من يغدا ولا كي ماشي المعنى يسد نقارو خدمة رانا نخدم ما يفكاد ربي الله يبارك مدي يفكاد نسيك زران نغالا هذاك قليل يكفيك خير من كثير يطغيك يا ثعلبة السقار يا رسول الله دعو ربي يديك الأرزاق يا وديك شيني أكا كانت الهيض نغالا أخي قرص قبيلي لن يمذانا من مي يروى بلا ما زرما مي اسمي ليلو زشكيث زالي سطاعة لحذاقة تصرفقة الله 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 اسمي يروى ينشف صافي ثوان تاقي وزرها مثلها بلكن كي مثلها راك شو مثلها راه ويثلها ياس نتسمى يروى السفار العقل ان كي لو كان نرو تواغيث صافي الحمد لله
يحمد ربك انت اليوم. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. لا بدي تحبر ربي يدبر جرب هذه خمس شغليس والسلام. زرعت شرزيت مجريت سعو القنيعة اتش الحقي في قنطيطي يكفى وال. لذلك ربي سبحانه غادي يقار الحياة الصحة إن كمال نسينا الآخر ماشي تساقي، وذا حياة خالدة لا في إترنال ماشي تساقي تسينا غير تراجون ذيهين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هنا هذه الآية فيها مفهوم ومنطوق، فيها منطوق يعني والميل لما يركب ذي السفينة لأنه قد يقول ده يركب الفافور. يا بابا الفافور أشكي في لها إيماجين ما يكون ماسي يترى روع الموجة مقرانين يخدم كان أذغت سيماجينيل يا درا ذا شوث الحوثري يتشن سعى الرهبة الرهبة ثم قرانت أستينيض سعى لافيون بلك في فرث ميواجي انسى سعى انت كل هيبة إذا غلاف يوم ماذكو ماصي دي دودان النير سيكوسي مش أستينيض شو يبين شو يبين سي جنوان يجنين الضيور كيني الزمغ في مكان شي يبين يلقى نورمال بس يون الناس وايض قني لافيون كانت تتحرك مليح خايف. قال له صاحبه ما تخافش، قالوا لي زاكسيدون تاع طريق لوتوروت اكثر من زاكسيدون تاع السماء وسي فري يعني الحق يعني الحوادث يقدرون ذي القاعه اكثر. واش قال له؟ قال له صح ولكن انا كي ندير لاكسيدا في طريق لوتوروت هاو يلقوني يلقوني يلقوا ولكن في السماء نتحرق. سبحان هذا هو الانسان يتشبث بالحياة. ربي سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الفافور ما يكون مصي يتحريه الموجة مقرانين ده شو سينيني مذانا نغار بسلخاخ. ولكن من بعد فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أكن كان يحبس الفافور في غندار فراغ الحن فكال وغالي نرتفي عنسن شركنا يا ربي سبحانه رنس الشريك. هذا هو المفهوم المنطوق، هذا هو المنطوق منطوق الآية. ولكن مفهوم الآية ينصرف إلى أمور أخرى. معنى كل إنسان يعيش في حالة خطر هذه ليون دونجي ذلك اللحظات يسأل الله بإخلاص. مثل واحد مريض كورونا الله غالب نرجع بزاف الأمثلة الكورونا بس كورونا مازالها ربي يرفدها علينا جميعا وعلى البشرية. كي يحوس على الله باش يريسبيري وما يقدرش يتنفس يقول يا ربي خليني برك نتنفس نولي طائع الله الله. ولكن كي يبرى يولي ذا نورمال يولي كيما كان. هذه موجودة ماشي غير عند المشركين عند الناس. كل إنسان يشعر هذا مفهوم الآية يكون في خطر أذيلي ذجوث الحالة يوارن مليح قصيحا أذي السثر ربي ما يهلك أذي السثر الشفاء ما يحصل أذي السثر ربي السلاك إلى آخره. ولكن من المقفرج ربي في اللاس إذ غادي يتسو أذي يغلغ العويذيس. إذن في الآية فيها منطوق وفيها مفهوم. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أذو غند غاد كفران أذ كفران سوين كنو من أين كن سنفكر بمن النعم وهذه نعم نعم الله لا نحصيها عددا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أتصن النعم يغدفك ربي أغجى على ربي سوى ذي الشكر نربو مفتسو يرى ونغفل يرى وليتمتعوا فسوف يعلمون. وقالوا نحمي ذرى ربي معليش أذزهنا تمتعن وكذا ولكن فسوف يعلمون.
الشيخ مهند الحسين انك ولاش تصبح ثور نسعي ثم ديث هذه غرف يطيج ولا ما يشرق قد الصباح يضوى ولكن هذه غرف ثم ديث اتى امر الله فلا تستعجلوه اولم يروا بعد ان يربي صبتي الايات الاخيره من هذه الصوره العجيبه أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ذاك ربي يخاطب مشركي مكة المكرمة عند النبي عليه الصلاة والسلام يغرث النبي القبائل في كاس ربي ذاك نعمة أخرى تذكير بنعمة من نعم الله على مشركي مكة على ساكني مكة خطر مكة بلد حرام امن ثلاث تلويت لهنا وقادي تسيدير دينا عاش دي تلويت دي لهنا غسل الكفار غسل المشركين ربي سنقار وثوثارا الجيران ون اتعيشين دي الحفظ ام قران جلس منطق على منطق غارات استدمار طغيان عدوان بين القبائل ياكل جيران ون كون وين الى قد حمد ما ربي راكم تعيشون في امن وامان أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا أقلو كنت في البلد الحرام ساعة من يعمود السعين رويا ويتخطف الناس من حولهم بالغارات والعدوان والطغيان الجيران ون يضرب شنو خسار حمد لله ربي أفبالباطل يؤمنون ثم نمس الباطل وبنعمة الله يكفرون أم أتكفرم سربي سبحانه وسن نعمة كنت يفكى وتم نمس الباطل وتم نمس الشرك يعني استخدم مشرك يا ربي بعد ما يدينا ربي سبحانه وما نظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين ولا الشمس باطل يم قران ام من ليس كذبنا ربي يا لطيف أرباسي قارو دني ضارتيت وكيو كي ظل باطلة من القران وكي ظلمة من القران إن غادي يسكدف وين دي شقع يشقع دا مشقع أما كدي شقع يمشقعا قفليس الأنبياء وكذا المرسلين وكذاكي سكدفنا فربي ورثو من النار ومن كذا أو سكدفن الحق يدي شقع ربي سبحانه ذن في صلى الله عليه وسلم ما غيش قاعد سد الدين الاسلام ذي الفطر القران خطر الشركه قلت لنا ربي في سوره لقمان ان الشرك لظلم عظيم سبحان الله حي الانسان ينشغل بالحقير وينشغل عن الكبير الخطير يروح الميزان دايم يغلق المن صدره أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ ذقي هذا السؤال استفهام للتقرير استفهام تقريري المعنى يسيثني تراجون الكفار المشركين أخمسا مسكنهم مستقرهم مأواهم نهايتهم مآلهم إلى جهنم والعياذ بالله إيه هو يسنكن ثيرا سن نخم سن ثم ديث سن أرجع جهنم أليس الله أليس في جهنم مثوى للكافرين ذاك السؤال تقريري استفهام تقريري آخر آية باش نختم سورة العنكبوت الآية 69 من بعد ربي هضرت في المؤمنين وقال لي جاه خطر الدنيا تحتاج إلى جهاد أو الحياة جهادية ماشي شويط لأن مدينة ربي سبحانه والذين جاهدوا فينا الحياة جهاد أليس كذلك؟ من ينكر؟ قال الشاعر قف دون رأيك في الحياة مجاهدا إن الحياة عقيدة وجهاد سيا فوربي قف في الحياة قف دون رأيك في الحياة مجاهدا إن الحياة عقيدة وجهاد حياة جهاد ربي سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا يحبيف نيس المؤمنين وكذا يحمل يجهدا الجهاد شو المعنى يس هذه جهاد تنفسي ثيس وستكلي خرا هذه جهاد الشيطان
خاطر يوعر لينمي ديكلاري عدو مبين هذه شاد في سبيل الله قال لك راح في سبيل الله مذن في سبيل الله فكان الارواح نسني وذ من ربي هذه جهد هذا فراويس اللي عتسن في اللسن سندياوي الحلال هذه جهد هذه غلب ثابسيس هذه الظال فالظال اللي تحوج الكوراج ثانك ران الصباح ماني صماضان سانك فا بار جور سانك بريير بار جور خمسه الزول هذا كواس هذا رمضان سدوا الجهاد كل حقيقه ولكن ربي سبحانه يناد والذين جاهدوا فينا وكذاكي تسقوا هذا في الاسم لنهدينهم سبلنا الله اكبر ذا ربي ارثني وفقا اسني ملا فريد اثني وفاق اثني وله زنتسا لنهدينهم سبلنا معنى الهدايه ينس الرعايه الساميه تاع ربي سبحانه الرعايه الساميه من بعد شو ديننا وان الله لا ماجي لا من التوكيد لا من التاكيد وان الله لمع المحسنين وكذا ولا قالوا ذي سوره العنكبوت لا ماجي تفيد التاكيد مع ايذوان معنى كوني قارب سبحانه يا المؤمنين او قالي جهد انا ما دير قزن ما سلاوي انا ما مزيث انا ما مقريث انا ما ارتسقوذ اثنى ربي ذوان ما الى ربي ذيك ارتسقوذ ولا ذيوان يمدينا المحسنين يجدا ولا المحسنين معنى وقاذ يحسنون في كل شيء خطر ثلا الخدمه ثلا الخدمه يفهم الخدمه قال استقبل ثير شغل يتقال لا في فافيس نغالا ما دير سو ماسو تي كيخدم الخدمه الى هنا تفرح نغالا بسم الله ما شاء الله اما الى يسعى وجيت يا لطيف هذا غاتفضل ليس مشكله اسي عوذ نغدا وضا ماسو ثوايض كل شيء الاحسان احسن ويقي الاحسان في النيات والمقاصد الاحسان في الاعمال خذ ما سيت الاحسان الاحسان للوالدين الاحسان للمؤمنين الإحسان ديك الليلام الإحسان الإحسان ديم كل شيء الإحسان ديال العبادة في عصاته سما شو زينا الحديث حديث جبريل شو ذي الإحسان إنك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أفضى ربي أمكنة سوالي يضمت سوالي ضار ربك سوالي إذن هؤلاء المحسنون يحظون بهذه المعية الخالدة هذه الرعاية السامية هذا التوفيق الدائم من الله جل جلاله من وجد الله فماذا فقد وين يفان ربي ولاش لا شوف سي روحان من حمد ربي ميوفقا باش نفك تا سورة العنكبوت الدرس ويض ان شاء الله انفذو تا سورة تجريط سورة الروم ميرض ربي جاون ثلويث ارثي مليليث سلام ربي في اللهم.